تنظيم رحلة استطلاعية إلى مركز القاضي المقيم ببوجورة. التلاميذ تلقوا شروحات وفقرات ترفيهية من تنظيم جمعية كشافة المغرب. تفاصيل هذه الزيارة في روبورتاج مليكة المرابط ومحمد شارع. مركز القاضي عياض المقيم ببوجدور كان على موعد مع زيارة لفائدة أبناء موظفي المركز وتلاميذ وتلميذات مؤسسة النجاح الخاصة والثانوية الإعدادية طه حسين وجمعية كشافة المغرب. هذه الرحلة الاستطلاعية تخللتها فقرات ترفيهية وإعطاء التلاميذ شروحات حول مفهوم القضاء الرقمي ودور هيئة كتابة الضبط والهيئات المساعدة للقضاء. جاونا وعرفناهم على المحكمة وعلى قطاعها وعلى تقسيمها. هذه مبادرة ديال ودادية موظفي قطاع العدل، جات تنزيل ديالها تنزيلا للخطاب الملكي السامي اللي كان في 2003 13 يونيو، وجات للرغبة ديال مجموعة من الفعاليات ومجموعة من الموظفين عندهم طاقات وعندهم طرق ديال الاشتغال. تأسس المكتب الوطني وتأسس المكتب الجهوي وريتما تتأسس المكاتب الإقليمية. تعرفنا على مجموعة من الشعب التي تتكلف بها المرحلة التي تتكلف بها المحكمة، وبهذه المناسبة نشكر ودادية موظفي العدل كما نشكر جمعية كشافة المغرب فرع بوجدور على هذه البادرة. حضور الأطفال الممثلين لبوجدور في البرلمان كان له دور في التعريف بدوره داخل البرلمان والحاجيات التي أدت إلى خلق هذا النوع من الأنشطة الاستطلاعية والإجابة عن استفساراتهم حول هيئة القضاء ببوجدور. الورقة الفنية للنشرة تقربنا من الإصدار الجديد لإحدى المجموعات الغنائية الشبابية بجليميم المصور بطريقة الفيديو كليب. موضوع العمل يتغنى بالطفرة التنموية التي عرفتها المنطقة. حافظ محدار، محمد بعيريس وخالد تريكس. أغنياتنا تعد أول الإصدارات الفنية المصورة لهذه المجموعات الغنائية الشبابية التي تتخصص في الموسيقى الحسانية. كلمات هذا العمل الفني تتغنى بالخطى التنموية التي قطعتها عاصمة وادرنا في السنوات الأخيرة. يعتبر أول عمل فني لمجموعة اتحاد صغيرة من هذا النوع، والهدف من هذا الفيديو هذا على أنه يعرف بالتعريف بالمنطقة قليميم، يعني الرجون ديالها كان مؤهلاتها التنموية السياحية والثقافية. وبصفتنا مولي احنا كفنانين أبناء المنطقة، خسرنا في هذا العمل هذا أننا نوضع بصمتنا فيه كأننا كنمثل واحد الشريحة من أبناء المنطقة، الشريحة الشبابية. الإصدار تعمل من خلاله هذه الفرقة الموسيقية تقديم نفسها للجمهور اعتمادا على لمستها الفنية التي تحاول المزج ما بين الكلمة الموزونة واللحن والإيقاع العصري والأداء الذي يحافظ على نمط الأغنية الحسانية. بصدد هذا العمل هو تعريف بمؤهلات التي تزخر بها المنطقة بتاريخ كمعالم تاريخية من أجل استقطاب سياحي محض، ثم المشاريع التي عرفتها المدينة والمؤهلات التغيرات من أجل استقطاب المستثمرين. إصدار إذن تفتتح به هذه الفرقة باكورات أعمالها الفنية التي تراهن من خلالها التموقع في خانة المجموعات المتميزة أعضاءنا بالأقاليم الجنوبية. في الشأن الرياضي، تمكن فريق دار الأطفال الطنطان لكرة السلة من كسب مباراته الحاسمة أمام نادي الجيش الملكي بالقاعة المغطاة بمدينة الطنطان، وذلك بحصة 40-36. وبهذا الانتصار أضحى فريق دار الأطفال طنطان قريب من تحقيق الصعود والعودة إلى القسم الممتاز الموسم المقبل. في نفس السياق، سكان مدينة طرفاية كانوا على موعد عشية اليوم مع دورة تكوينية في مجال التنمية البشرية والتي نظمت من طرف مركز التميز والإبداع للتنمية الذاتية الطرها المعتمد من طرف المركز
من طرف المركز. أحمد هبان وبجمع الزاوي معهما تفاصيل هذه الدورة التكوينية. معا لنبدع ونتميز، شعار الدورة التكوينية المنظمة من طرف مركز التمييز والإبداع للتنمية الذاتية في مجال التنمية البشرية التي احتضنتها مدينة طرفاية عشية اليوم بدار المواطن. الدورة عرفت مشاركة مجموعة من المستفيدين والذين اطلعوا على مجموعة من المناهج والطرق العلمية المتكاملة في مجال التنمية البشرية والموارد البشرية، وكذا كيفية إعداد كوادر مميزة لصنع شخصيات مميزة ومبدعة. نحن الآن في صدد تنظيم دورات تدريبية في مجال التنمية البشرية وبالأخص التنمية الذاتية من أجل التعريف بهذا العلم وأهميته في الرفع من مستوى الشخص وصنع الشخصيات القيادية. والهدف لأننا نقوم حاليا بجولة في الأقاليم الجنوبية، لأن هذا النوع من الدورات التدريبية تقريبا والاعتمادات الدولية اللي نتمتع بها هو الأول بالأقاليم الجنوبية. الهدف الرئيسي هو الرفع من مستوى الشخص في هذا المجال وتقوية قدرات الأشخاص. دورة تكوينية جبنا على جات على أساس التنمية البشرية والذاتية، كيفاش إنسان يكون راسه ويعدل ياسر من المسائل اللي هي طلبتها الوقت في ذا الوقت الحالي اللي هو احنا متمشين في ضرك. حري بالذكر أن مثل هكذا دورات في مجال التنمية البشرية تقام للمرة الأولى بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ويسعى القائمون من خلال هذه الدورات إلى نشر القيم الأصيلة والتكوين القيادي المتطور والمستمر والإرشاد المتوازن. تخليدا للذكرى العاشرة لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبتنسيق مع عمالة إقليم طرفاية وبالشراكة ودعم من دار الشباب والرياضة، نظمت الجمعيات الرياضية والتربوية الأيام الرياضية بمدينة طرفاية، وذلك تحت شعار الرياضة القاعدية أساس التنمية. عودة مع أحمد هبان وبجمع الزاوي. مدينة طرفاية لبست ثوب الرياضة خلال هذا الأسبوع من خلال الأيام الرياضية التي تخللتها عدة أنشطة رياضية منظمة من طرف عمالة الإقليم وبدعم من نيابة وزارة الشباب والرياضة ومجموعة من الجمعيات المدنية، وذلك تحت شعار الرياضة القاعدية أساس التنمية. تم تنظيم الأيام الرياضية لفائدة الأطفال مدينة طرفاية، والتي نهدف من خلالها إلى التعريف بأهمية الرياضة القاعدية بأنها خزان وبأنها منبع أو مشل لانتقاء أبطال المستقبل. هذه بادرة صراحة طيبة بزاف كاع، لأن أول مرة كتقام هذه المظاهرة هنايا، وبالنسبة لجميع الأنشطة جميع جمعيات التيكواندو، كرة القدم النسوية، كرة القدم الذكور. أنشطة رياضية متنوعة ومسابقة برمجها المنظمون، وعرفت مشاركة أبناء مدينة طرفاية بداية من رياضة أم الألعاب مرورا برياضة الدراجات وفنون الحرب وصولا إلى الرياضات الحضارية والرياضة البحرية وكذا كرة القدم في شقيها النسوي والذكورية. فرحان بهذا العرض اللي قدموا لنا، واللي هو أول مرة كنشوفه في مدينة طرفاية، وهذا سباق الدراجات الهوائية، واللي أنا فرحان بالرتبة الثالثة. شاهدنا عدة منافسات هنا في مدينة طرفاية التي أتت على إثر هذه المناسبة التي مرت في أجواء مناسبة مثل رياضة السيرف والبودي بورد. قمنا السنة هذه بتنظيم هذه التظاهرة ديال التيكواندو اللي كانت مشاركة في العديد من الجمعيات. قمنا ببعض العروض كما شاهدتوها في الأول، كانت عروض متميزة. بادرة طيبة رسم من خلالها المنظمون البسمة والسرور على شفاه أبناء مدينة طرفاية. في ختام هذه الأيام الرياضية عرفت توزيع الجوائز والميداليات على مختلف الفائزين. نتوقف الآن عند الفقرة الخاصة والمتعلقة بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين في قراءة للزميل سالك رحال. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية أخبار اليوم المغربية التي كتبت في صفحتها الخامسة: التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء جعلتها تصبح في قلب اهتمام دول الخليج وتحديدا قطر، التي احتضنت لقاء دوليا حول التطورات الجديدة والتهديدات الأمنية في الساحل والقرن الإفريقي وتداعياتها على أمن منطقة الخليج.
وذكرت أخبار اليوم المغربية التي حضرت اللقاء بأن العقيد البرتغالي مانويل بيريرا أكد أن ما يجري فوق الرمال الساخنة للساحل والصحراء يجعل المنطقة قابلة للسقوط في يد عدد من القوى بما فيها قيادات كبيرة للتنظيمات الإرهابية للقاعدة. صحيفة هيسبريس الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية جاء في كتاب الحوار التاريخي كناريو الأمريكي قسم كاناريس وشمال غرب إفريقيا المجلد الثالث صفحة 54 ضمن مجموعة من الوثائق التاريخية والمراسلات الرسمية الإسبانية الكنارية اعتراف واضح وصريح بسيادة المغرب على رأس بوجدور في الصحراء، وذلك على إثر جنوح سفينة صيد كنارية عام 1784 قبالة السواحل المحاذية للصحراء. وكان الباحث الجامعي الإسباني الدكتور ماريانو أرياس بالاو قد قدم هذه الوثائق منذ بعد سنوات في مداخلة له تحت عنوان وثائق حول كناريس في الأرشيف التاريخي الوطني قسم شؤون الدولة الإسبانية. ولهذه الوثائق التاريخية صلة وثقة بحادث غرق أو جنوح سفينة الصيد الكنارية نويسترا سينيورا دي أنغوستياس أمام رأس بوجدور عام 1784، ويتضح لنا من خلال هذه الوثائق كيف أن كل من القنصل الإسباني في المغرب خوان مانويل غونسيا سالمون والجنرال ماركيز دي برانثيفورتي حاكم جزر الخالدات أبلغ رسميا عن حادث الغرق الذي تعرضت له السفينة الآنفة الذكر إلى السيد كوندي فلوريدا بلانكا الوزير الأول الإسباني في ذلك الإبان، معترفين جميعا ضمنيا بما لا يترك مجالا للشك بسيادة عاهل المغرب على هذه المنطقة من الصحراء. السلطان المولى محمد بن عبد الله معروف عن اهتمامه بالصحراء الذي جدد ولاية شيوخ قبائلها في العديد من المناطق والجهات مثل وادنون وأدرار وماسة والساقية الحمراء وسواها من المناطق تضيف الوثائق الرسمية. يومية الأخبار كتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين بأن المصالح المسؤولة عن قطاع الصحة بالمجلس الجماعي بسمارة حجزت رفقة المندوبية الإقليمية للفلاحة بسمارة والشرطة الإدارية مرفوقين بممثلين عن السلطة المحلية والمنطقة الإقليمية للأمن حجزت كمية من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وذكرت الأخبار أن هذه اللحوم تم ضبطها وسط حمولة شاحنة محملة بالخضر، وجرى تنفيذ العملية بناء على إخبارية تفيد بوصول شاحنة قادمة من أكادير متوجهة إلى السوق الأسبوعي لسمارة مما أوجب تشكيل تلك الدورية التي تمكنت من ضبط الشاحنة. صور نهاية نشرة نقترحها عليكم من مدينة العيون، الصور التقطت قبل لحظات. انتقلت الى عفو الله تعالى المرحوم المتوكل البتول بنت الحسن والمسعود عن سنين تناهز 43 سنه، الفقيده تنتمي لقبيله بنت الحسن. كما انتقلت الى عفو الله تعالى المرحوم عزيزه بنت محمد سالم والمحمد واللحمد واللهويبه عن سنين تناهز 63 سنه، الفقيده تنتمي لقبيله العروسيين اولاد الخليفه. تغمد الله الفقيدتين بواسع رحمته واسكنهما فسيح جناته والهم ذويهما الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ورقة أحوال الطقس ليوم غد بمشيئة الله تخبرنا أن الطقس سيكون مستقرا فيما ستكون الأجواء مشمسة مع مرور سحب عليا بشمال المنطقة. درجة الحرارة الدنيا المسجلة لهذه الليلة ستتراوح بمشيئة الله ما بين 18 درجة بكل من الطنطان طرفاية القويرة سيدي يفني و 28 درجة بأم دريقة وأوسرد. أما عن مقاييس درجة الحرارة العليا المسجلة ليوم غد بمشيئة الله ستتراوح ما بين 42 درجة بأم دريقة وأوسرد و 24 درجة بالداخل.
حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون قليل الهيجان لهائج من طنجة إلى الدار البيضاء وهائج ما بين الدار البيضاء والطرفاية، وقليل الهيجان لهائج ما بين الطرفاية والداخلة وهائج من الداخلة إلى نواكشوط. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة 7:10 والغروب على الساعة 8:28. أما بخصوص درجات الحرارة المرتقبة ليوم غد بعض المناطق المجاورة لبلادنا ستكون في حدود 36 درجة بنواكشوط، 42 بطماكو، 30 بنواذيب، 27 بلاس بالماس، 42 بزويرات، 43 بأطار، 41 بتندوف، 46 بالرابوني، 45 بتودمي، 43 بكي هيدي. أما بالعاصمة الرباط ستكون إن شاء الله في حدود 26 درجة. قبل الختام نوجه عنايتكم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتها العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. وغدا كما تلتقون غدا على الساعة 4:15 مع إعادة لهذه النشرة عبر قناتي المغربية. في الختام تحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله.